مسيرا إن شاء الله إلى بيت المقدس وإلى بلاد المسلمين إن شاء الله، محررين إن شاء الله، ويأتي نصر الله عز وجل على هذه الفئة التي نصرت ربها في قلبها وفي سلوكها وفي أخلاقها. أخيرا، قد يكون شعبان كمان يومين أو كمان يوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في تدريب على شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان. يقول أسامة بن زيد: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر؟ فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمور، مش هنشرحها إلا بشيء من الاختصار. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. طب والعبادة في الغفلة لها أجر؟ آه. يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الغفلة كهجرة إلي، كأنك مهاجر للنبي. وفي رواية: كهجرة معي، كأنك مع أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين. ولذلك عبد الله بن رواحة كان رافع هذا اللواء، كل ما يشوف الناس غفلانين كده يقول له: هيا بنا نؤمن ساعة، يلا تعال نقرأ القرآن، تعال نستغفر، تعال ندعو، تعال نصلي ركعتين، تعال نتعلم، تعال نروح درس، هيا بنا نؤمن ساعة. فالراجل زعل، واحد من الصحابة زعل وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبد الله يحب أن يذكر الله عز وجل في وقت الغفلة. ليه؟ لأن الأجور فيها إيه؟ عظيمة. مثال: لما بتدخل أي مول وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بتاخد كم حسنة؟ ألف ألف، يعني مليون. طب لو قلتها هنا كل حرف بعشرة، احسبهم أنت كده هيوصلوا كم ألف، يعني مش هيوصلوا لعشرة آلاف. إنما هناك عشر، هناك مليون. ليه؟ لأن السوق بيت الشيطان، يعني المكان اللي فيه غفلة، الناس عمالة تبيع وتشتري وتتفرج وتشوف ومساومات. فالعبادة في الغفلة أجرها عظيم. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ترفع فيه الأعمال إلى الله؟ آه. وأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عملي وأنا صائم. تخيل أنت لو أنت كتبت الواحد خطاب وكتبت في أوله كلام طيب وطلبت الطلبات اللي أنت عايزها، أو وقعت في الخطأ معه وجيت في الآخر رحت عامل إيه؟ كتبت كلام طيب، لما يقرأ الأول واللي في الآخر يتغاضى عن الإيه؟ هيغفر للإيه؟ الذلات اللي في النص. فلو بدأت الأعمال في الرفع من شهر شعبان وانت صايم، ويجي عليك شعبان الثاني وبينهما ذنوب وأخطاء، ربنا سبحانه وتعالى قد يتجاوز عنها ويغفر لك سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم حرر أمة الإسلام في كل مكان. اللهم وحد أمة الإسلام تحت راية الإيمان والقرآن يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من حارب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على تربية أبنائنا على الإسلام. اللهم إننا قد عجزنا أن نربيهم على الإسلام فربهم لنا على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وأعط كل واحد منا سؤله بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة.